قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أين جواب الاستفهام من لعنه الله؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هو من لعنه الله، فهو مبتدأ محذوف. من لعنه الله، ومن اسم موصول يفيد العموم.